إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم AOB كندا بالدارجة، ومرحبا بكم في القناة الأخرى اللي هي AOB ميغراسيون كندا أو فرونسي، والقناة التعليمية جد مهمة للطلبة اللي كيقراو كونتابيليتي فيسكاليتي غوسوغز هومان، وسيغتو لي لوجيسيال كونطابلي مهمين باش نلقاو بهم خدمة. وجوج اللي مشهورين هما أكومبا أو أكومبا إكس و سايت 50 في القناة AOB إيديوكاسيون، غتلقاو تقريبا شي 200 فيديو غتستافدو من داكشي. اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2020، نشرت مقاطعة كيبيك على الجريدة الرسمية اللي تسمى بلا غازيت أوفيسيال رقم 44 ديال اليوم 28 أكتوبر 2020، واحد البروجي مشروع ديال ثلاثة برامج بيلوت، اوكي، يعني ثلاثة ديال لي بروغرام بيلوت ديال ليميغراسيون، وغيبقاو منشورين تما تقريبا 45 يوم، وبعد يتلقاو الا ما تلقاوش شي كومونتير ولا شي حاجه راه غيدخلوا حيز التنفيذ ابتداء من بدايه السنه القادمه 2021. اليوم ساشرح لكم يعني بسرعه وبدون الدخول في التفاصيل كثيره، وساضع لكم روابط للجريده الرسميه لكي تطلعوا على التفاصيل الممله والدقيقه، اوكي. اذا هاد البرامج هادو هناك ثلاث بروغرام بيلوت ديميغراسيون بيرمانونت بور لي بريبوزي او بينيفيسيير، بروغرام بيلوت ديميغراسيون بيرمانونت بور لي ترافايور دي سيكتور دو لانتيليجونس ارتيفيسيال اي دي زيفي لا تكنولوجي دافورماسيون اي دي زيفي فيزويل، والبرنامج الثالث الخاص بالتحويل الغذائي، يعني بروغرام بيلوت ديميغراسيون بيرمانونت بور لي ترافايور دون لو سيكتور دو ترانسفورماسيون اليمونتير، اوكي. دونك عندنا ثلاثه ديال البرامج، غنحاول نقول لكم اشنا هما الشروط ديالها وكذلك الاتعاب او المبالغ لمعالجه طلب السي اس كي او لا سيليكسيون بيرمانونت، اوكي. واذكر كذلك على انني ساضع روابط لكي تتعمقوا في التفاصيل. نبدا بالبرنامج الاول اللي هو بروغرام بيلو ديميغراسيون بيرمانونت دي بريبوزي او بينيفيسيير. وللذكر فان مقاطعه كيبيك عازمه على ان تعطي سي اس كي، يعني شهاده الانتقاء الدائمه وليس الاقامه، الاقامه الدائمه تعطيها الفيدراليه الكندا، يعني عندما تعطيك المقاطعه سي اس كي مثل باقي المقاطعة، عندما يعطونك ما يسمى بالسيرتيفيكا دو ديزينياسيون شهادة الانتقاء، فتأخذ شهادة الانتقاء وبعد ومعها بعد الاستمارات ومتبعتها إلى الفيدرال اللي تنتظر بالنسبة لكيبيك، عليك أن تنتظر على الأقل 22 شهرا، أي نقولوا عامين، أوكي. قلت على أن كيبيك تريد أن تستقبل 550 شخص في هذا البرنامج بيلوت ديال بريبوزي أو بينيفيسيير، وكذلك 550 في برنامج بروغرام بيلوت دي ميغراسيون بيرمانون دي ترافايور دون لي سيكتور ديال لانتيليجونس ارتيفيسيال ديال تكنولوجي دو لانفورماسيون اي دي زيفي فيزويل، وكذلك 550 اجنبي في برنامج بروغرام بيلوت دي ميغراسيون بيرمانون بور لي ترافايور دون لو سيكتور دو ترانسفورماسيون اليمونتير. هيا بنا الان لنشاهد التفاصيل. بالنسبه للبريبوزي او بينيفيسيير، رقم لو كود ناسيونال ديال هاد المهنه وهي 34-13. لي كونديسيون، الشروط، عليه ان يكون، هذا هو المشكل اخوان، عندما صرحت وزيره الهجره بعد تسلمها لوزاره الهجره خلفا للوزير السابق باغيت، قالت بأنهم سيأتونهم من الخارج، ولكن هذا المشروع الذي نشر في الجريدة الرسمية يقول العكس. ماذا يقول؟ على أن أي أشخاص كاملين عليهم أن يكونوا هنا في كيبيك،
اوكي ان يكون هنالك باك. اول حاجه انه وضعيه تكون جيده اوكي ما فيهاش مشاكل, يعني عنده ستاتو ليغال اي فاليد, ان تكون قد اشتغل في مهنه ديال بريبوزي او بينيفيسيار, مساعد بريبوزي او بينيفيسيار يعني المستفيدين. هناك ما يسميها في الخارج اد سوانيون اد انفيرمي. اللغه بالنسبه للغه على الاقل 7 في الشفوي. ان يحترم وتكون عنده المال لكي يعيش به 3 اشهر الاولى التي, وساتحدث عن هذه الارقام او المبالغ التي يجب على كل واحد ان تكون عنده عندما ياتي الى عندما يكون في 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 كيبيك وياخذ سي اس كي. كلهم نفس فاكتور تسعود انكس ا من لو ريغلومون سور ليميغراسيون كيبيك الذي يضع فيه المبالغ التي على الانسان ان يعيش تكون يتوفر عليه حتى يعيش 3 اشهر الاولى. فنراها جميعا هذا البرنامج بروغرام بيروت ديميغراسيون دي بريبوزي او في بينيفيسيار فيه فئتين دو فولي ولا دو كاتيجوري, فئه العمال وفئه الطلبه العمال. اوكي بالنسبه لفولي ترافاي عليه ان يكون عنده ديبلوم يوازي على الاقل ديبلوم دي بي في الكيبيك, وذلك عليه ان يعمل ما يسمى بليتود كومب ايفالياسيون كومباراتيف دي زيتود افكتوي اور كيبيك, وتقوم بها وزاره الهجره الكيبيكيه هي التي عليها ان تقول لك على ان ديبلوم الذي عندك في بلادك الذي اخذته في بلادك تقريبا اذا قررناه فانه سيعطي مثلا دي بي في هذا الدومين في هذا الميدان. اوكي الشرط الاخر عليه ان يكون قد اشتغل تقريبا ك اد سوانيون بريبوزي او بينيفيسيار اد انفيرمي سواء في كيبيك او خارج كيبيك سنتين. اوكي سنتين وعلى الاقل تكون سنه في كيبيك سنتين خلال 3 سنوات فيها على الاقل سنه يكون قد اشتغل فيها في كيبيك. اوكي هذا بالنسبه للفولي ترافاي الانسان الذي يشتغل. اما الطالب اولا عليه ان يكون عنده دي بي اخذه هنا في كيبيك اوكي وياخذه بعد سنتين من انتهاء الدراسه في كيبيك, وذكروا كيبيك يمكن ان تاخذ مثلا ديبلوم في مقاطعه اخرى لن يقبلونه. اوكي تيتولار دي بي اوبتوني او كيبيك مكتوبه كتابه واضحه على انه لن يكون قد اخذته هنا من كيبيك اي هذا الطالب الاجنبي, وعليه ان يكون قد اشتغل ك مساعد تمريض اد سوانيو او بريبوزيو بينيفيسيار او اد انفيرمي لمده سنه. اوكي لمده سنه مباشرة بعد تخرجه. هذه هي الشروط ديال بريبوزي او بينيفيسيار ساعيدها بسرعة. ان يكون هنا في كيبيك في وضعية جيدة ومقبولة وقانونية, ان يكون قد اشتغل كوم بريبوزي او بينيفيسيار المستوى الادنى في اللغة في الشفوي فقط 7, ان تكون عند القدرة المالية لكي يعيش هو او الاشخاص الذين سيكونوا معه لمدة 3 اشهر وساتحدث عنه في اخر هذا الفيديو, ان يكون عنده هذا البرنامج في فئتين فئة العمال الاجانب وفئة الطلبة الاجانب. العمال الاجانب عليه ان يكون عنده الدبلوم تقريبا يعادل مثلا دي بي ديال كيبيك في هذا الميدان بريبوسي او بينيفيسيار, وان يكون قد اشتغل في كيبيك او خارج كيبيك لمدة سنتين على الأقل سنة واحدة كي يكون قد اشتغلها في كيبيك هذه السنتين خلال 3 سنوات. لو فولي فئات العمال الطلبة الأجانب على أن يكون قد أخذ دي بي في كيبيك الدبلوم يأخذه في كيبيك ويشتغل سنة أوكي ويشتغل سنة مباشرة بعد تخرجه. بالنسبة للأتعاب المعالجة الملف إذا كان
هو فقط 798 دولار حسب الفصل 74 من ريغلومون سور ميغراسيون او كيبيك. واذا كان الاشخاص اخرين من العائله كل فرد 171 دولار حسب فصل 75 من ريغلومون سور ميغراسيون او كيبيك. البرنامج الثاني بروغرام بيرو دي ميغراسيون بيرمانون دي ترافايور دون لو سيك لي سيكتور ديال انتيليجونس ارتيفيسيال تكنولوجيا انفورماسيون اي لي زيفي فيزوييل. 550 فرد سيأخذونه من هذا البرنامج مقسمين على جوج. بالنسبة لسميتها تخوير الانتيجنس ارتيفيسيال عدد الذي سيأخذونه 275 اوكي. وبالنسبة لسميتها التكنولوجيا دافورماسيون اي افي فيزويل كذلك 275. هناك اشارة وهي ان في 275 ديال الانتيليجنس ارتيفيسيال و 275 ديال التكنولوجي دانفورماسيون اي افي فيزويل لا جمعناهم سنجد 550 العدد اللي سيأخذناه في السنه. هناك اشاره اخرى وهي ان اصحاب الفئه الاولى ديال الانتيليجنس ارتيفيسيال 275 مقسمه الى جوج. كاينين الذين تك الفرنكوفوني اللي تكلمون الفرنسيه سياخذون 138 شخص. بالنسبه للفئه التي لا تتكلم الفرنسيه سياخذون 137 اوكي. نبدا بالانتيليجنس ارتيفيسيال بعدها غادي نشوفوا الفئه الاخرى ديال تكنولوجيا دافورماسيون اي افي فيزويل. بالنسبه للفئه الاولى انتيليجنس ارتيفيسيال مقسمه الى فرعين. الفرع الاول خاص بالعمال الاجانب والفرع الثاني خاص بالطلب الاجانب. نبدا بالعمال الاجانب. ما هي الشروط؟ تقريبا سبعه شروط. الشرط الاول ان يكون في كيبيك في وضعيه قانونيه. ثانيا اللغه في الشفوي فقط مينيموم سبعه وانت طالع الى الاعلى. الشرط الثالث فاكتور نف الذي يوجد في لانكس ا في لوا سور ميغراسيون او كيبيك التي تحدث عن كم المبلغ الذي يجب على الانسان يكون عنده حتى يصرف على نفسه في 3 اشهر الاولى وساذكرها لكم ان شاء الله في اخر هذا الفيديو. الشرط الرابع هو ان الدبلوم الذي يكون عند هذا العامل الاجنبي ياخذ عليه معادله او مقاربه من وزاره الهجره وليس من هيئه اخرى تقول على انها توازي دبلوم جامعي ديال باك جامعي يعني 3 سنوات بعد الثانوي. الشرط الخامس هو ان يكون قد اشتغل في صف صفر ا ب لمده سنتين خلال 5 سنوات اوكي. الشرط السادس هو ان هذا العمل الذي يشتغل فيه بالدوام يجب ان تصدق على ما يسمى بلو كوميتي باريتير سيكتوريال على ان هذا العمل الذي عند هذا العمل الاجنبي ينتمي الى قطاع انتيليجنس ارتيفيسيال وان هذا العمل الاجنبي عنده مؤهلات دي كومبيتونس لكي يشتغل في هذا الميدان. هناك استثناء لا يطلب شرط انك شرط العمل انك كنت قد اشتغلت او تشتغل في الاشخاص الذين يمتلكون المعادله ديال الميتريز او الدكتوراه. انتبهوا جيدا اذا كانت عندك غير الباك فلا بد من الشرط انك تكون قد اشتغلت لمده سنتين خلال 5 سنوات في الصفر ا بي والعمل اللي عملته يعني تزكي واحد كوميتي لجنه كوميسيون باريتير سميتها تابعه لوزاره الشغل او مينستير دومبلوا اللي كتقول على ان هذا الشخص يشتغل في قطاع فعلا ينتمي الى انتيليجنس ارتيفيسيال اوكي. واذا كانت هذاك الميتريز ماستر او الدكتوراه فانك تعفى من شرط العمل. الشرط الاخر هو ان السالير مينيموم يعني الراتب السنوي اقل مينيموم وهو 100,000 اذا كنت ستشتغل في سكون ابل سي ام ام كوميونيتي ميتروبوليتان دو موريال يعني موريال النواحي التابعه لها. واذا كنت خارج هذه السي ام ام فان الراتب السنوي
الحد الأدنى هو 75,000 دولار. وبالنسبة لفري مصاريف معالجة الطلب ديالك إذا كنت لوحدك وهو 798 حسب الفصل 74 من ريغلومون سور ميغراسيون كيبيك، والأشخاص العائلة الذين ستضيفهم في ملفك 171 دولار للفرد حسب أرتيكل فصل 75 من ريغلومون سور ميغراسيون أو كيبيك. هذا فرع ديال ترافايور إترونجي، العمال الأجانب داخل الفئه ديال انتيليجنس ارتيفيسيال. نرى الان فئه ديال الطلبه الاجانب، ماذا تقول هذه الشروط؟ كذلك سته شروط تقريبا. اولا عليه ان يكون قد امضى على الاقل 50% من فتره الدراسه ديالو في كيبيك. ثاني حاجه لغه 5 مينيموم في الشفوي. ثالث شرط هو الفاكتور نف ديال كاباسيتو فينانسمون، اي مبلغ استقلاليه الماليه تعني ان عنده مبلغ من المال حسب نوع حسب عدد افراد اسره لكي يصرف على نفسه في الشهور الثلاثه الاولى. نعم. الشرط الرابع هو ان يكون عنده دبلوم عالي سوبيريور، يعني يا اما دو اس اس يا اما ماستر يا اما دكتوراه، دبلوم دراسات العليا المتخصصه دبلوم سوبيريور سبيسياليزي او الماستر او الدكتوراه. هنا إذا كان عندك دو اس اس فقط فيجب أن تكون قد اشتغلت على الأقل 6 أشهر خلال سنة واحدة بعد انتهاء دراسة دو اس اس، وعلى كوميتي باريتير، هذيك اللجنة اللي تكلمنا عليها منذ قليل، هي التي تؤكد وتصادق على أن هذا الشخص اللي عنده دو اس اس يشتغل خلال الأقل 6 شهور في ميدان عنده علاقة بالانتليجنس ارتيفيسيال، وبالتالي عنده مؤهلات يجب أن تصادق عليها. أما إذا كانت عندك الميتريك والدكتوراه وأنت طالب أجنبي فلن يطلب منك شرط التجربة المهنية. الآن بالنسبة للمصاريف سميتها ديال معالجة الملف مثل الآخرين 728 إذا كنت واحدا أخيرا حسب فصل 74 من ريغلومون سير ميغراسيون كيبيك، والأشخاص أفراد الأسرة الذين سيكونون معك وستضمهم في ملفك لكل فرد 171 دولار حسب فصل 75 من ريغلومون سير ميغراسيون كيبيك. هذه سليناها فئة ديال الانتيليجنس ارتيفيسيال. نذهب الآن إلى فئة أخرى وهي تكنولوجي دو لانفورماسيون اي دي زيفي فيزويل، الذين سيأخذون منهم 275. وكيف قلنا سابقا انتيليجنس ارتيفيسيال سينتقون 275 فردا. شروطها تقريبا 5. اوكي. شرط اول ان تكون هنا في كيبيك كعامل اجنبي. اوكي. ان يكون دبلومك يوازي حسب الشهادة التي معالة عليك أن تطلبها من وزارة الهجرة، تكون appelée l'évaluation comparative des études effectuées hors Québec. عندي فيديو أشرح لكم شرحت فيه كيف تعمل ذلك، وكذلك ذهبت إلى مقر يعني أعطيتكم صور أين ستنزل في المحطة وأين تضعون الملف في وزارة الهجرة الكائنة ب 285 غي نوتردام في قرب ستاسيون مترو محطة المترو ديال سكوير فيكتوريا. إذن الشرط الأول قلنا أن تكون مقيم هنا كعامل أو كعامل ترافايور إترونجي أو عامل جئت في ما يسمى بموبيليتي انترناسيونال، هذا موضوع آخر سنشرحه في لاحقا. الشرط الثاني أن يكون الدبلوم الذي عندك أعطتك وزارة الهجرة لأنه يوازي ديك تكنيك دبلوم دي سيكولوجيال تكنيك، يعني عندما يتخرج الآن الطالب من السجب فيأخذ ما يسمى بالدك. الشرط الثالث هو أن تكون قد اشتغلت لمدة سنتين خلال 5 سنوات في هذا الميدان، وأن يكون الصالير أو الأجر الصالير أوغير، يعني الأجر للساعة الواحدة يجب أن يكون أكبر ما يسمى هنا في كيبيك نيفو أكبر من 9 ديسيل سوبيريور من لا موين دو 3 سنوات. هاد 9 ديسيل إلا ذهبتم إلى جوجل وبحثتم وكتبتم مثلا جيد أنويال دي سالير دي بروفيسيون، ستجدون واحد الطابلو فيه
هذا سكون ابل نوفيام ديسيل اللي كتعطى تقريبا كل ساعه المهنه ديالها. حنا غنقول لكم تقريبا الكالكيول اللي درت الحساب اللي درت الحساب ما حسب المهن المذكوره هنا. الشرط الاخير هو ان تكون مهنتك تنتمي الى هذه المهن التي لائحه المهن التي وضعوها واصرها معكم الان. اول وحده وهي سكون ابل اناليز اي اي كونسلتون اون انفورماتيك. لو كود ديالو رمز ديالو المهني هو 2171. كاين ديزاينر جرافيك اي ايلستراتور 52 41. جيستيونير دي سيستيم انفورماتيك 02 13. انجينيور اي كونسيبتور دو اون لوجيسيال 21 73. انجينيور الكتريسيان الكترونيسيان قلنا 21 33. بروديكتور رياليزاتور كوريغراف اي بيرسونيل اسيميلي 51 31. بروغرامور اي ديفلوبور بروغرامور اي ديفلوبور ما عقلتش كتبت هنايا اون ميديا انتيراكتيف. فوالا بروغرامور اي ديفلوبور اون ميديا انتيراكتيف. الكود ديالو اخوان هي 71 21 74. تكنولوج اون انريجسترمون اوديو اي فيديو 52 25. تكنيسيان اون ريزو انفورماتيك 22 81. تكنولوج اي تكنيسيان اون جيني الكتريك اي الكترونيك 22 41. اذا كانت مهنتك في هذه اللائحه التي ذكرتها الان فيمكنك ان تضع ملفك في هذه الفئه. واخيرا الاخوان وصلنا الى البرنامج الثالث والاخير هو بروغرام بيلوت ديميغراسيون بيرمانونت بور ترافايور دون لو سيكتور ترانسفورماسيون اليمونتير. هم كذلك سيأخذون 550 شخص في 6 شروط تقريبا. شرط اول ان يكون الدبلوم الذي عندك مقابله اعطته لك وزاره الهجره يكون يا اما DES يعني دبلوم دي سكوندير دبلوم تعليم الاعدادي او DUP. الشرط الثاني هو ان تكون عند قد اشتغلت لمده سنه متتابعه في كيبيك اون طون بلان. اوكي رابع ثالث سميتها بالنسبه للعمل ان تكون قد اشتغلت سنه كما قلت سنه متتابعه قبل وضع ملفك او تكون قد اشتغلت لمده سنتين خلال 3 سنوات. بالنسبه للغه مينيموم الادنى في الشفوي هي 7 والفاكتور النافع يعني الاستطاعه الماليه ساتحدث عنها في الاخير. والشرط الاخير هو ان مهنتك يجب ان تكون في هذه اللائحه التي ساذكرها مع رمز الوطني للمهن. عندنا بوشي اندستريال ديكوبور دو فيون بريباراتور دو فولاي اي بيرسون اسيميلي 94 62. مانوفر دو لا ترانسفورماسيون دي زاليمون اي دي بواسون 96 17. Manœuvre dans la transformation du poisson et des fruits en mer, de mer, pardon, 98 18. Nettoyeur spécialisé, 67 32. Opérateur de machines et de procédés industriels dans la transformation des aliments et de boissons, 94 61. Ouvrier agricole, voilà qui. اللي دي جمعوا الدجاج. اوكي اوفريغ اغريكول راماسور دو بولي او دو بول وما دايرين دي بولي اللي هو 84 31. اوفري دون لي زوزين دو ترانسفورماسيون دو بواسون اي دو فروي دو مير اللي هو 47 41. اذا كانت مهنتك في هذه اللائحه فيمكنك ان تطلب اوراق كيبيك او سي اس كيو على هذا البرنامج. وهناك كذلك مجموعه اخرى موازيه لهذه وهي مجموعه التي توجد في الجروب ديال 300
11 فابريكاسيون اليمونتير او 31 21 فابريكاسيون دي بواسون. واخيرا ساقول لكم الشرط الذي يتطلب في الجميل وهي الاستطاعه او القدره الماليه الاستقلاليه الماليه التي يجب على كل فرد اختير ان تكون عنده. اذا كنت لوحدك وما لوحدك يجب ان تكون عندك 3243 دولار. اذا كنت لوحدك ومعك شخص اقل من 18 سنه عليك ان تكون عندك 4358 دولار. اذا كنت وحيدا ومعك شخصين اقل من 18 سنه عليك ان تكون عندك 4919 دولار. اذا كنت وحيدا ومعك 3 اشخاص اقل من 18 عام عليك ان تكون قدرتك الماليه التي عليك ان تعيش بها لثلاث اشهر الاولى 5481 دولار. اما اذا كانوا جوج اشخاص سنهم اكثر من 18 سنه وليس معهم شخص اخر عليهما ان يكون عندهما 4756 دولار. اذا كان هذا مثلا كوبل رجل وامراه عندهم مثلا شخص اخر اقل من 18 سنه عليهم ان يكون عندهم 5328 دولار. اذا كان عندهم شخصان سنهما اكبر من 18 سنه عليهما ان يكون عندهما 5750. اما اذا كان عندهما اكثر ثلاثه اقل من 18 سنه فعليه ان يكون عندهما 6173 دولار. الى هنا انتهت الحلقه السريه لانني اردت ان اضع لكم فيديو قصير حتى كنت اود ان اضع لكل برنامج شرحا مفصلا ربما في المستقبل ولكن الان الوقت ضيق. اتمنى ان تكونوا قد استفدتم من هذا الشرح المختصر. شكرا على المتابعه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.